هذه الأماكن الطاهرة كانت حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا بهذه الزاوية ما يعرف بممر الأقدام، وهذه بوابة أو باب دار السيدة فاطمة رضي الله عنها. هنا مكتوب: فمدحه لم يزل دأبي مدى عمري، وهو عند رب العرش مستندي. الله يبقيك ويسعدك ان شاء الله، الله يجمعنا في الجنه مع الحبيب باذن الله ان شاء الله. والرواق الاخير وما قبله مكتوب هناك اسماء العشره المبشرين بالجنه.